بين صرواحة والكفاح الجمهوري وعلي عبد المغني وعبد الرب الشدادي قصة كفاح يمني بذات الزمان الجمهوري وذات المكون الجمهوري أيضا مع الفارق بين مرحلتين لذات الأهداف وذات الصراع الجمهوري الإمامي. في 8 أكتوبر لعام 1962 لفظ القائد علي عبد المغني أنفاسه شهيدا في سبيل القضية اليمنية والأهداف العليا. وفي 7 أكتوبر لعام 2017 لفظ القائد عبد الرب الشدادي أنفاسه شهيدا في ذات القضية ذاتها والأهداف العليا ذاتها والمكان ذاته صرواح مأرب. تقول المرويات عن علي عبد المغني إنه نشأ في سهول محافظة إب، يسمع حكايات أسعد الكامل ويرى مآثره العظيمة الباقية في الدروب المرصوفة والمحفورة في الشواهق العالية والمساق المنحوتة في الجبال الشامخة والمصانع المشيدة بجوار السماء التي تشهد على عظمة الإنسان اليمني وقدراته وإرادة رجاله وقاداته. القضية اليمنية التي تبلورت في أعماقه أكسبته إحساسا وطنيا ووعيا جمهوريا خالصا ليصبح هذا الشاب أبرز مهندسي ثورة سبتمبر وسائغ الأهداف الستة التي عكست الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع الجمهوري. ويجب على الأخوة اليمنيين في كل مكان، جنود وضباط وصف ومواطنين وتجار ومشايخ وأعيان وجميع شرائح المجتمع، أن تلتف حول هذه المحافظة. على خطى قائد ثورة سبتمبر عبد المغني سار القائد الشدادي كحام لساحة التغيير أيام ثورة الشباب بصنعاء وكقائد وطني للجيش الجمهوري الذي تبلور لمقاومة الانقلاب والاجتياح الذي انقلب على الثورة والمشروع الجمهوري ومخرجات الحوار الوطني. بحسب متابعين فقد اكتسبت شخصية الشهيد الشدادي معنى وطنيا كبيرا لارتباطها بالوطن والدولة والانتماء والنزاهة والقيم العليا التي أهدرتها بعض النخب السياسية والعسكرية وتمسك بها الشهيد وغيره من الأحرار. كما كان علي عبد المغني يحمل رؤية جمهورية للدولة والجيش الجمهوري، كان اللواء عبد الرب الشدادي يحمل رؤية بالغة الأهمية والتأثير للجيش الجمهوري ذاته، وهو صاحب العبارة الخالدة: لن يستقر اليمن إلا بوجود جيش وطني لا يتبع أي حزب أو قبيلة أو مذهب أو فرد أو ميليشيات عصبوية ضيقة.